أهلا بكم في النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي أبطال أفريقيا. دعوة الأهلي للمشاركة في دورة تبوك الدولية. سيدات طائرة الأهلي في نهائي كأس مصر الليلة. وعالميا يان راش صلاح سينافس ميسي ورونالدو. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المتواجد حاليا في الإمارات للعلاج على إجراء اتصال هاتفي بمحمد مصلحي المدير الفني لفريق الكرة الطائرة للرجال بالنادي، وقدم له التهنئة على الفوز ببطولة أفريقيا للمرة 13 في تاريخ النادي. وأشاد الخطيب بالأداء الفني الرائع للاعبي الأهلي والسلوك المتميز والالتزام بتعليمات الجهاز الفني خلال البطولة. كما قام الخطيب بتهنئة فريق اليد رجال بعد فوزه على الزمالك ضمن منافسات الدورة المجمعة الأولى لنهائيات بطولة الدوري. يذكر أن الكابتن محمود الخطيب يجري عملية جراحية في العمود الفقري للتخلص من آلام الظهر التي ألمت به، حيث خضع لفحوصات جديدة، حيث أقر الطبيب الكوري المعالج ضرورة إجراء جراحة وبحسب رأيه بسيطة وغير مقلقة وليس لها أي مضاعفات. وفي الوقت نفسه أرسل رئيس النادي نتائج الفحوصات والأشعة الجديدة للطبيب الألماني والذي أشرف على علاجه لاستطلاع رأيه، وبدوره أقر بأهمية إجراء العملية الجراحية. نتابع تهنئة الكابتن الخطيب من خلال مداخلة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي بالأمس على شاشة قناة الأهلي. أنا بس كنت أحب أوصل رسالة كابتن خطيب، هو اتصل تليفونيا أولا بكابتن عاصم حماد المدير الفني لكرة اليد وهناه وهن فريق كرة اليد على الفوز بمباراة النهاردة في نهائيات الدوري في الدار المجمعة، فوزه على الزمالك، وطلب منهم إن احنا نقفل صفحة المباراة ونركز في السوبر الأفريقي إن شاء الله وبطولة أفريقيا عشان ده الأهم بالنسبة لنا. طبعا الحمد لله رب العالمين فريق البنات الطايرة حفروا اسمهم في تاريخ النادي الأهلي، وده اللي كابتن محمود النهارده برضه حرص اللي هو تواصل مع كابتن نيلو مصلحي المدير الفني لفريق الكره الطايره الرجال اللي شرفونا النهارده وشرفوا النادي الاهلي وشرفوا مصر قبل النادي الاهلي عشان خاطر الفوز العظيم اللي عملوه، وبلغهم تهنئته وبلغ نيلو اللي هو بلغ الفريق تهنئته واللاعبين واحد واحد والجهاز المعاون والجهاز الاداري بالكامل، وقال لهم انت حفرتوا اسمكم في تاريخ النادي الاهلي بالبطوله اللي انتوا ضفتوها لدولاب البطولات، ودايما ان شاء الله باذن الله في انتصارات ان شاء الله. الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي وعضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي أكد أن النادي تلقى دعوة للمشاركة في دورة تبوك الدولية الودية بالمملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو المقبل بمشاركة أندية سعودية وعدد من الأندية الخارجية. وأكد عبد الشافي أنه تم تحويل الدعوة للجهاز الفني لفريق كرة القدم لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ترتيبات الموسم الجديد ووفقا لمباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا. شارك عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية والتي أقيمت صباح اليوم على ملعب مختار التيتشي بالجزيرة. وأدى اللاعب التدريبات البدنية وشارك في جزء كبير من التقسيمة قبل خروجه وقيامه بالجري المنفرد لتخفيف الحمل البدني، خاصة أنه يغيب عن المشاركة في مباراة سموحة للإيقاف. وخاض الأهلي مرانه اليوم استعدادا لمباراة سموحة والتي تقام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري العام. يعود رامي ربيعة مدافع الأهلي للقاهرة
في غضون 48 ساعة بعد إنهاء برنامجه العلاجي الذي خضع له في ألمانيا. ويحدد الجهاز الطبي بالأهلي فترة البرنامج التأهيلي لربيعة وموعد عودته إلى التدريبات الجماعية بعد الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة باللاعب. وكان ربيعة قد خضع لبرنامج علاجي مكثف في ألمانيا تحت إشراف الخبير الألماني ماير بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضمة. بدأ وليد أزارو مهاجم الأهلي اليوم برنامجه العلاجي والتأهيلي تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق. وأدى أزارو جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتشي صباح اليوم استعدادا لمواجهة سموحة بالدوري. واشتكى النجم المغربي من ثقل في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة طنطا الأخيرة وحصل على راحة أمس، خاصة أنه سيغيب عن مباراة سموحة للإيقاف. خضع شريف إكرامي وسعد سمير وباسم علي وصلاح محسن رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباتهم تأهيلية اليوم تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل. وأدى الرباعي تدريبات بدنية منفردة على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش تمهيدا للعودة للتدريبات الجماعية للفريق. ويعاني سعد سمير من إجهاد في العضلة الخلفية فيما اشتكى باسم علي من آلام في العضلة الأمامية. وخضع إكرامي لبرنامج علاجي بسبب آلام الحوض كما يشكو صلاح محسن من إجهاد عام. وإلى متابعة أخبار قطاع الناشئين، حيث أكد دكتور عمرو أبو المجد مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي أنه تم إبرام عقودا مع لاعبي فريق ناشئي كرة القدم مواليد 2000 أمس الخميس. وأضاف أبو المجد أن هذه الخطوة تأتي من أجل حماية ناشئي الأهلي من الوقوع تحت سيطرة وكلاء اللاعبين. كما أوضح مدير قطاع الناشئين أن النادي سيبرم عقودا لباقي فرق الناشئين تباعا خلال الفترة المقبلة. ويضم الجهاز الفني لفريق الأهلي مواليد 2000 الكابتن أحمد سراج المدير الفني وزكريا حسين مدربا وتامر دسوقي مدربا لحراس المرمى وسعيد بدوي إداريا. وإلى متابعة الأخبار المحلية، حيث عقد المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم جلسة مع عدد من شركات الخاصة بالأمن للتنسيق لعودة الجماهير والوصول لأفضل الحلول الخاصة بعودة المشجعين للمدرجات. واتفق أبو ريدة مع الجهات الأمنية ووزارة الرياضة على عودة الجماهير لمدرجات الملاعب في الموسم الجديد 2018-2019، حيث يأمل مجلس الجبلاية في الوصول لأفضل الحلول لعودة الجماهير واتباع طرق الدوريات الأوروبية في التعامل مع الجماهير. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث يواجه الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي نظيره سبورتينج في الثامنة من مساء اليوم الجمعة على صالة استاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر. وصعد سيدات طائرة الأهلي للمباراة النهائية بعد تغلبهم على الشمس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في حين صعد سبورتينج بعد فوزه على الزمالك بثلاثة أشواط مقابل شوطين. يذكر أن سيدات طائرة الأهلي يسعى للتتويج بكأس مصر اليوم لإضافة البطولة الرابعة هذا الموسم بعد الفوز بالدوري والبطولتين العربية والأفريقية.
ومن المقرر أن تذيع قناة النادي الأهلي المباراة مساء اليوم. توج الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي بلقب بطولة أفريقيا بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. قدم لاعبو الأهلي أداء قويا تحت قيادة محمد مصلحي ونجحوا في حسم اللقاء لصالحهم بثلاثة أشواط نظيفة. نتابع في التقرير التالي تتويج رجال طائرة الأهلي بالبطولة الأفريقية. ودايما النادي الاهلي كده. يمكن احنا كنا لسه النهارده بنتكلم في ان اخر احصائيه عاملينها الشهر اللي فات 25 بطوله في شهر مارس بس، واعتقد الحمد لله لعيبه الاهلي دايما رجاله، والف الف مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي الكبير، الف مبروك. الحمد لله كان يعني في اصرار كبير من كل الفريق والجهاز الفني، يعني احنا نشكرهم كمجلس اداره وكلجنه منظمه. طبعا مبروك لعبد الله، احسن لاعب في البطوله الحمد لله، والجائزه اللي اخذها برده قطب كانت يعني بالنسبه له مؤثره جدا. الحمد لله البطوله كانت صعبه، الشوط كنا كلنا مشدودين، بس الحمد لله ربنا كلل مجهود الجميع بالنجاح الحمد لله. الحمد لله بطوله رائعه، يوم حلو، كان عندنا النهارده ماتش هاند بول في الاسماعيليه، الحمد لله كسبنا وكملنا النهارده بالبطوله، الحمد لله يوم عدى بشكل رائع، تنظيم الحمد لله بشهاده الجميع الحمد لله تمام، الجمهور النهارده مظهر حضاري، الصلاة على الآخر، يوم حلو. هم شرفونا والحمد لله رجالة، وبطولة غالية علينا، والجمهور شرفنا وكان ليه إضافة، واللعيبة كلها رجالة، وعبد الله عبد السلام معلم 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 في الملعب، واللي بيفهم تكتيك معين في اللعب وفاهم بولي كويس يعرف ان الراجل ده فعلا يعني في الملعب بيدوره، في مايسترو جوه الملعب وفي مايسترو بره الملعب كابتن ميدو، الحمد لله شرفونا وسهلوا علينا المأمورية الحمد لله. مبروك لينا كلنا، قناة الأهلي أيضا جزء مشرف جدا من هذه البطولة. أحب أقول مبروك لجمهور النادي الأهلي كله، ولكن أحب أشكر زملائي محمد الجرحي ومحمد الضماطي على بطولتين الحقيقة غاية في الأناقة وغاية في الاهتمام بكل تفاصيل التنظيم، فعلا فخورة بيهم. يمكن أول مرة يكونوا متواجدين في مجلس الإدارة، ولكن أثبتوا يعني إيه شباب النادي الأهلي يقدروا يقوموا بالمهمة. أحب أقول إن إحنا يمكن دي مش أول مرة علينا، ولكن المرة دي فرحة الحمد لله، فرحتين بطولتين ورا بعض. الأهلي دايما بيتوج بأفريقيا، ولكن على أرضنا أحلى بكتير، وإحنا سعداء جدا بده. بحمد ربنا أول حاجة، بس نفسي أفرح من غير وجع يعني، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. النهاردة الحمد لله الولاد أدوا مباراة في منتهى الروعة، 3-0 على نادي محترم نادي الجيش، قرينا الفرقة كويس قوي وعملنا ما علينا زيادة. بشكر الجماهير وبشكر اللعيبه قوي قوي على المجهود ده الحمد لله. والله الحمد لله على المكسب. فريق النادي الاهلي دايما معد بالبطولات، ودايما بيفرح جمهوره، ودايما بيفرح مجلس الاداره. الحمد لله لعيبه النهارده كرجاله، وقدرنا ان احنا ماتش بعد اصابه قطب الحمد لله، قدرنا ان احنا نقعد مع بعض، ولازم نجيب البطوله دي عشان خاطر النادي الاهلي وعشان خاطر اصابه احمد قطب. بعد البطوله دي لاحمد قطب لانه هو راجل المباراه وكان راجل مشاكل كلها. الحمد لله على المكسب، والف مبروك ومبروك للنادي الاهلي. بحب اشكر كل الجمهور اللي جه واقف يساعدنا وواقف في صفنا، والحمد لله البطوله كانت صعبه بصراحه، والواقع كانت فيه فرق في من مصر كتير وقويه واحنا لاعبين معاها قبل كده، والحمد لله قدرنا ان احنا نتكلم عليهم، واللي هو اتاخد مننا شوط واحد، وعشان في ارضنا الحمد لله اللي احنا كسبنا الحمد لله. بشكر الجمهور ومجلس الاداره اللي جم ساندونا ووقفوا معانا، وهم اللي خلانا ناخد البطوله، لو هم ما كناش خدنا البطوله. وبحب اشكر الجهاز الفني وكابتن ميدو مسلحي اللي هو تعب معانا وبذل مجهود جامد، كل الجهاز من اصغر لواحد لاكبر واحد، من الاول عامل الاوضه لحد رئيس الجهاز عندنا الحمد لله. وبحب ابارك للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. رغم الاصابات عندنا وفي ناس بترجع، وكابتن احمد قطب اللعيب بتاعنا الاوبوزيت الاساسي كان صاب اول امبارح،
احنا بنقول الحمد لله واحنا اللعيبه رجاله وكنا متعودين ان احنا هنهدي له الفوز وجماهير النادي الاهلي ومش هنطلع من البطوله دي الا لما نكون كسبانين ان شاء الله، وبنحمد ربنا على المكسب والاداء الجميل والنهائي المشرف طبعا اللي احنا عملناه 3-0 في نهائي افريقيا ونهائي الدوري كان بنلعب برده مع نادي الجيش. الحمد لله على الاداء والحمد لله على الفوز. طبعا ببارك جماهير النادي الاهلي، ببارك الجهاز الفني المحترم، ببارك لاحمد قطب طبعا، بقول له ربنا يشفيك يا رب ويعافيك ويعافيك بالسلامه. لعيب الله اكبر عليه ماشي في البطوله، يعني نقول ايه، يعني ماشي زي بسرعه صاروخ. نقول له قطب ربنا يشفيك يا رب ويعافيك. انا بادي البطوله طبعا بادي للكابتن ميدو محمد مسلحي، تعبنا كتير قوي من الصيف اللي فات، مركزين جامد جدا، الراحات قليله، خلصنا بطوله الدوري ربنا كرمنا بيها، طلعنا على المطار بعدها باربع ساعات، طلعنا معسكر بولندا، رجعنا لعبنا ماتش كاس، يومين كنا في معسكر مغلق البطوله الافريقيه. لا المنظومه كلها تعبت. ببارك لكابتن تامر تايجر، محمود جمعه، اللواء خالد ابو زينه، ببارك لميكي، احمد عامل غرف، ببارك الناس دي كلها، المنظومه كلها تعبت، ببارك مجلس اداره، ببارك للجماهير الكبيره اللي جت ديت كلها، بقول لهم الف مبروك بطوله يعني ولا احلى ولا اروع، الحمد رب العالمين. أهدى الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة كأس بطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقام العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بتسليم كأس البطولة إلى أحمد قطب لاعب الفريق، وتوج الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بالبطولة الأفريقية بعد تغلبه على منافسه طلائع الجيش بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين بصالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. وفي التقرير التالي نتابع كلمة الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة. فاز الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على نادي الزمالك 21-18 في المباراة التي جمعتهما على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. وأقيمت المباراة ضمن منافسات الدورة المجمعة الأولى لنهائيات بطولة الدوري، حيث قدم الأهلي عرضا قويا ونجح في السيطرة على مجريات اللعب بشكل كبير خلال المباراة. في التقرير التالي نتابع أبرز تصريحات الجهاز الفني واللاعبين بعد المباراة. مفيش شك ان اللعبة كانت مركزة في المباراة، ومفيش اصلا في مباراة هاندبول فريق ممكن يفضل ثابت على نفس التركيز بتاعه، اكيد بيحصل ضربات معينة، المهم ان الدروب ده ما يحصلش منه خسائر سكور او يحصل خسائر تأذي المباراة،
وبالتالي حصل الدروب ده، انما انت كنت برضو مسيطر على المباراه ومتحكم في رتم المباراه، وعشان كده استرجعت المباراه تاني بالسكور. فالحمد لله رب العالمين، اصلا مباراه قويه ان شاء الله. اتمنى ان فرقتي تبقى جاهزه للمباراه الجايه، السوبر الجايه ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين على ماتش النهارده. احنا فعلا يعني في اول الشوط الثاني بعد 10 دقائق الزمالك جاب السكور تاني، بس الحمد لله احنا حافظنا على تركيزنا، واحنا الكلام ده متفقين عليه حتى من قبل المباراه، لان ماتش الاهلي والزمالك طبيعي يبقى الماتش يعني طالع نازل، مش السكور مش بيبقى على طول ايه فرقه ليدنج. اهم حاجه اللي حافظ على تركيزه حد اخر وقت هو ده اللي بيكسب، وده اللي حصل النهارده مننا الحمد لله. طبعا الحمد لله بشكر طبعا قناه الاهلي، قناه محترمه ومغطيه دايما العاب الصالات، وبشكر طبعا جمهور النادي الاهلي اللي دايما في ظهرنا. الحمد لله ربنا كرمنا بماتش امبارح وماتش النهارده. ماتش امبارح ما يقلش اهميه عن ماتش النهارده، لان هي كلها في الاول وفي الاخر تجميع نقط. الحمد لله ربنا كرمنا بماتش كان صعب جدا امبارح، ماتش ماراثوني زي ما بيقول، لاعبين اكتر من 70 دقيقه، 2 اكسترا تايم، وبعد كده ضربات جزاء. خرجنا من الماتش ده نكد نكون مجهدين، لكن الحمد لله عرفنا نعمل ريكفري سريع لنفسنا الحمد لله، ونذاكر ماتش الزمالك كويس. لعبنا على نقط الضعف اللي عندهم واستغلنا نقط القوه اللي عندنا، والحمد لله كان التوفيق حليفنا وكسبنا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على المكسب. اولا طبيعي ان يحصل كان كده، ان احنا كنا في ضغط عصبي عالي. احنا خسرنا مباراه دي ازمه الدنيا، ان انت مش حامل ان انت تخسر نقطه تاني. فكنا احنا حاطين نفسنا في موقف صعب، مش في المباراه دي نفسها، ان احنا من قبل كده ان احنا خسرنا ماتش سبورتنج. بس الحمد لله بخبرات اللعيبه قدرنا نجيب مباراه ثانيه، ما راحت مننا قدرنا نجيب مباراه ثانيه. خبرات لعيبه كبيره في النادي الاهلي، كلهم لعيبه دوليه. الحمد لله رب العالمين على المكسب، واللعيبه رجاله زي ما انت شفت، لعبت لاخر ثانيه وقدرنا نفوز الحمد لله، ورجعنا نفسنا في الدوري ثاني الحمد لله. إلى متابعة الأخبار العالمية. أبدى يان راش أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي ثقته في قدرة النجم المصري محمد صلاح على منافسة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي نجمي ريال مدريد وبرشلونة على حصد الألقاب الفردية في المستقبل القريب. وقال راش في تصريحات لصحيفة ديلي ستار البريطانية: لم أتوقع أن يسجل محمد صلاح هذا العدد من الأهداف مع ليفربول هذا الموسم. إذا أخبرني أحد في بداية الموسم بأن اللاعب المصري سيتمكن من تسجيل 30 هدفاً لسخرت مما يردده. وأضاف أسطورة ليفربول: محمد صلاح يقدم مستويات رائعة مع الريدز، وما قدمه في مباراة واتفورد وتسجيله 4 أهداف أصابني بالدهشة. رونالدو وميسي هما الأفضل في العالم ولا جدال في ذلك، لكن في المستقبل القريب أرى أن محمد صلاح بإمكانه منافسة الثنائي الذي يسيطر على العالم حالياً على حصد الألقاب، بشرط مواصلة التألق مثلما يفعل ميسي ورونالدو مع برشلونة وريال مدريد.
كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يكون في تشكيلة برشلونة الأساسية لمواجهة ليغانس غدا السبت في الجولة 31 من الدوري الأسباني. وذكرت صحيفة ماركا الأسبانية أن إرنيستو فالفيردي لن يضع ميسي في حساباته من بداية اللقاء، وذلك من أجل إراحته لخوض مواجهة روما الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال الأوروبي، وذلك بعد أن فاز البارسا ذهاباً بأربعة أهداف مقابل هدف. وأضافت الصحيفة إلى أن سهولة اللقاء نسبياً ومعاناة ميسي من الإصابة مؤخراً هما السبب الرئيسي في إراحة النجم الأرجنتيني من خوض المباراة من بدايتها، وسيتم إشراقه إذا تأزمت النتيجة كما حدث في مواجهة إشبيلية الجولة الماضية حين شارك في الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل للبلغرانا في الدقيقة الأخيرة. عاد كريم حافظ ظهير أيسر لانس الفرنسي إلى التدريبات الجماعية للفريق بعد غياب دام لمدة شهرين بعد إصابته بالتواء بالكحل. وظهر حافظ في تدريبات الفريق الجماعية اليوم استعداداً لمباراة فريقه أمام نادي نانس يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الدرجة الثانية في فرنسا. وكان اللاعب قد غاب عن معسكر المنتخب الوطني في شهر مارس الماضي استعداداً لكأس العالم بسبب الإصابة، ولكنه أكد في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أن الجهاز الفني لم يقطع الاتصال به وعلى دراية تامة بحالته وحصل على وعد بالوجود في المعسكر المقبل. خرج الدولي الألماني أمريكان لاعب وسط ليفربول من حسابات مواطنه يورجن كلوب المدير الفني للريدز حتى نهاية الموسم، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الظهر ستمنعه من ممارسة كرة القدم لمدة تزيد عن 3 أشهر، أي ما يعني احتمالية غيابه أيضا عن نهائيات كأس العالم المقبلة بروسيا 2018. وذكرت صحيفة ذا سان البريطانية أن إصابة الظهر ستمنع كان من المشاركة مع ليفربول حتى نهاية الموسم بالتزامن أيضاً مع انتهاء مدة تعاقده مع النادي الإنجليزي، أي ما يعني احتمالية عدم ظهوره بقميص الريدز مجدداً في ظل اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي بالحصول على خدماته. وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن ليفربول سيجد معاناة كبيرة في خط الوسط خلال اللقاء الإياب أمام مانشستر سيتي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا في ظل إصابة آدم لالانا وغياب القائد جوردان هندرسون وغياب احتمالية غياب النجم المصري محمد صلاح للإصابة. البرتغالي أندري غوميز لاعب برشلونة الأسباني في الرحيل عن النادي الأسباني الكبير إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل. وذكرت صحيفة إي إس الأسبانية أن غوميز سأم من عدم المشاركة بصفة مستمرة مع برشلونة هذا الموسم، حيث لم يشارك سوى في 1026 دقيقة فقط في جميع البطولات، وطالب إدارة البارسا بالموافقة على طلب يوفنتوس بالتعاقد معه الصيف المقبل على الرغم من الدعم الذي يلقاه من المدير الفني إرنيستو فالفيردي في حديثه مع وسائل الإعلام. وأضافت الصحيفة إلى أن اليوفي رصد 35 مليون أورو للتعاقد مع غوميز في الوقت الذي أبدى فيه ماسيمو أليجري مدرب الفريق إعجابه باللاعب، والذي يراقب موقفه مع ناديه بصفة يومية من أجل التقدم بعرض رسمي لشرائه. اقترب الألماني توماس توخيل من خلافة الأسباني أوناي إيمري في القيادة الفنية لباريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وأكدت شبكة ESPN أن إدارة نادي العاصمة الباريسية استقرت على تولي توخيل مهمة قيادة الفريق بعد أن فاضلت بين عدد من كبار المدربين في إشارة إلى أنه الأنسب في الوقت الحالي.
وكانت تقارير صحفية قد أكدت اضطراب رحيل أوناي إمري عن الفريق الباريسي بعد الخروج المخزي من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد. وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية من الأهرام. الأهلي يتلقى موافقة رسمية لخوض مواجهة الترجي التونسي في برج العرب بحضور 15,000 مشجع. ومن بوابة أخبار اليوم، أزارو يبدأ البرنامج التأهيلي. ونطالع من الجمهورية عودة إكرامي للتدريبات الجماعية. وإلى جريدة المساء، تدريبات قوية للأهلي استعداداً لسموحة. ومن الوفد، رامي ربيعة يعود من ألمانيا خلال 48 ساعة. ونطالع من المصري اليوم، البدري يتمسك بخوض مباريات الكأس في الأساسيين. وفي موقع الوطن سبورت، تخفيف الحمل البدني للسولية. ومن موقع اليوم السابع، سعد سمير وباسم علي خارج حسابات الأهلي أمام سموحة. وأخيرا في موقع فيتو، الأهلي يتلقى دعوة للمشاركة في دور التبوك الدولية الودية. إلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.